أهلا بكم مشاهدينا، نحتفل معكم اليوم ببكورة معجزات رب المجد يسوع المسيح، معجزة عرس قانا الجليل، تلك المعجزة التي كانت تحمل في أعماقها عرسا خفيا لم يكن أحد يدركه، هو عرس رب المجد يسوع مع كنيسته. واليوم نحتفل معكم مشاهدينا بعرس قانا الجليل وحلقة خاصة بمناسبة هذا العيد، نتأمل فيها الجوانب الروحية التي يحملها لنا هذا العيد. ويشرفني بالحضور في حلقة اليوم القمص تدرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج. وتسابونا شرفتنا، وكل سنة وقتك طيب. كل سنة وطيبين، نتمنى يعني كل الناس تتمتع بالفرح والسلام الحقيقي. يا رب يا أبونا. هبدأ مع قدسك الحلقة، وهبدأ الحلقة مع كل مشاهدينا، لكن هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ معاكم حلقتنا. لقد نزل كلمة الله من السماء لكي يصير عريساً للطبيعة الإنسانية، فأخذها مسكناً له لكي يخطبها ويقودها إليه فتلد ثمار الحكمة الروحية. القديس كيرلس الكبير. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل، وحنبدأ حلقتنا في عيد عرس قانا الجليل. اتسابونا رجعنا بعد الفاصل. بس قبل ما نبدأ كلامنا في أي حاجة، وقبل ما نبدأ أسئلتنا في أي حاجة، عايزة قدسك تدينا فكرة سريعة عن المعجزة. بالنسبة للمعجزة، الحقيقة الواحد بيقف مدهوش، لأن أعمال السيد المسيح كتيرة ومعجزاته فائقة. والعجيب أن الكنيسة اختارت هذا الحدث الوحيد يبقى عيد سيدي، مع أنه مثلاً أشبع جموع بأعداد ضخمة وأقام موتى وشفى كثيرين، لكن المعجزة دي لها معنى خاص في ذهن رب المجد يسوع، لأنه يمثل العمل بتاعه خلاص البشرية كلها. فالمعجزة أن لما حضر رب المجد يسوع كمدعو وليس كرئيس للمتكأ أو رئيس للحفل، وهو مدعو للعمل، استطاع أن يغير الجو كله ويجدد الفكر. فالعمل ده كان يمثل مجيء المسيح لكي يقيم من البشرية كلها حياة مفرحة متهللة أو عرس دائم لا ينقطع. ولذلك أتمنى أن العيد ده يبقى عيد يومي، كل إنسان يصحى الصبح يقول النهاردة عيد ارتباطي برب المجد يسوع كعروس مقدسة أعيش في حضن رب المجد يسوع. تمام. طيب أتسابونا، عرس قانا الجليل ده كان أول عرس بيحضره رب المجد، وكمان كان أول عرس في العهد الجديد. السؤال هنا يا أبونا، واللي عايزة أعرفه من قدسك، هو إيه معنى أو إيه مفهوم العرس في الطقس اليهودي؟ الطقس اليهودي إحنا ما يشغلنا مش تفاصيل الطقس في ذاته، لكن الفكر نفسه. فكرة العرس في العهد القديم كانت فكرة ليها قدسية خاصة. ليه؟ لأن اليهود كانوا يتطلعوا إلى الشعب اليهودي ككل إن هو العروس المقدسة لله نفسه، وإن هذا الارتباط بين الله وبين شعبه الخاص في ذلك الحين ارتباط زوجي، يعني يشعر الإنسان إنه في حضن ربنا. ولذلك كان العرس ليه أبعاد روحية ولاهوتية وسياسية واجتماعية. كان يهتم جداً اليهودي بالعرس لكي يؤكد أنه هو من أصل عبراني نظيف حسب فكره البشري، وأنه زي ما قال بولس الرسول عبراني ابن عبراني، فيبقى هو ليه الحق الدخول لحضن ربنا، وأنه هو أيضاً يتأكد أنه هو عضو في شعب الله المقدس. وبعدين في نقطة مهمة كانت في ذهن الكثيرين، غالبا كانت واضحة عند الكثيرين، انه وراء هذا العرس مين اللي حيجي نتيجة هذا العرس، لعلهم كانوا يترقبوا مجيء المسيح. فكل واحد هو بيتجوز يقول يا ترى ممكن يجي من النسل بتاعي المسيح مخلص العالم. فكان العرس بالنسبة ليهم لأبعاد على مستوى عالي جدا. كانت زي كل أم كانت لما بتكون حامل كانت بتتمنى أو بتأمل إن المسيح يجي من أحشائها. نفس القصة. فالعرس كان تهيئة حقيقية إن الكل منتظر إمتى يجي المسيح، وهل ممكن يجي من نسله.
ولذلك بدا خدمته السيد المسيح بعرس قانا الجليل. حلو قوي. طب ابونا معجزه عرس قانا الجليل ذكرت في انجيل يوحنا، في انجيل يوحنا بالتحديد الاصحاح الثاني قالوا ان في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. يقصد ايه ابونا باليوم الثالث؟ يعني اليوم الثالث من اي حدث؟ هو لما جه يوحنا المعمدان في الاصحاح الاولاني وشهد للسيد المسيح وقال هذا هو حمل اللي يجي بعدي اقوى مني، وبدا يتكلم عنه انه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم كله، يقول وفي الغد، وبعدين رجع تاني وفي الغد، وبعدين جه قال وفي اليوم الثالث. اذا كان الفكره يهيئ لي ان اليوم الثالث من شهاده يوحنا المعمدان لما قال لهم في حدث هيغير العالم كله، وهو ان ياتي الحمل اللي يرفع خطايا العالم كله. فهنا كونه يحصل في اليوم الثالث هذا العرس، كان السيد المسيح يريد انه يؤكد مش موضوع بس يرفع خطايا العالم، ده موضوع ياخدهم من وسط الخطيه والزباله ويدخلهم الى حضن الله. فده نهايه العمل الالهي ان كل البشريه تبقى العروس المقدسه اللي ترتبط بالعريس الابدي اللي بقالها نصيب الى الابد في احضان الله. تمام. طب انا عايزه تامل من قدسك كده بسيط في يعني بيمثل لنا ايه بقى احنا اليوم الثالث ده. اليوم الثالث في الكتاب المقدس بوجه عام الى حد كبير يشير الى قيامه السيد المسيح. اكتر حاجه ليه؟ ابراهيم لما طلب منه انه يذبح يقدم ابنه ذبيحه محرقه برضه مشي يقوله في اليوم الثالث وشاف العلامه. ناس كتير كان دايما تبص على ان العلامه هي الصليب، هي ممكن تكون الصليب، لكن الحقيقه انا بميل للراي بتاع العلامه اوريجانوس ان ما شافش الصليب منفرد، شاف الصليب والمسيح قائم من الاموات. فابراهيم بسال يا ابني يموت مع المسيح ويقوم من الاموات؟ لا لا، ده يموت نص. فالعلامه الحقيقه كانت علامه القيامه. ولذلك اقدر اقول ان اليوم الثالث بالنسبه ان يتم العرس دي قيامه البشريه كلها، لان في اليوم الثالث معنا نقوم معه ويجلسنا معه في السماوات. عشان كده نقدر نقول النهارده واحنا بنعيد عيد عرس قانا الجليل نقول كل سنه طيبين بقيامتكم مع المسيح يسوع القائم من بين الاموات. طيب قلتونا احنا عارفين ان قانا الجليل بحكم موقعها هي بره اليهوديه خالص، ازاي بقى او ليه لبى السيد المسيح الدعوه للعرس ده وليه بالذات في قانا الجليل؟ هو اختار قانا الجليل من غير ما هم يشعروا، لان اليهودي كان يهمه جدا ان هو يبقى عبراني ابن عبراني، وكان متعصب للجنسيه بتاعته، وكان يهمه علشان الانساب بعد كده هيجي السيد المسيح يؤكد انتسابه لابراهيم واسحاق ويعقوب احد الاسباط الاثني عشر. انما السيد المسيح جاي يقيم عرسه على مستوى العالم كله، فلو انه بدا بالعرس جوه اورشليم او في احدى البلاد اليهوديه المغلقه على اليهود يبقى هو جاي لليهود. هو فيما هو يبدا باليهود ولكن يفتح الباب للبشريه كلها. فاختيار المكان في قانا الجليل وهي المنطقه اللي فيها كثير من الامم عايز يقول يا جماعه انا جاي افرح البشريه كلها. ودي حته مهمه جدا في حياتنا، احيانا بنبقى مقفولين على نفسنا ببلد معينه او مكان معين. اولاد الله يقتدوا بالسيد المسيح نشتهي خلاص العالم كله ونتمنى فرح العالم كله. الحته اللي شغلاني اليومين دول بسأل نفسي كام مسيحي حقيقي كل يوم وهو بيعمل مطانياته يعمل مطانيات من أجل مثلا حالات الحروب، بغض النظر مسيحي غير مسيحي مؤمن غير مؤمن، هل أعماقي في الداخل بشتهي كل البشرية من قلبي أنهم يبقوا محمولين على أزرع المسيح؟ معظم صلواتنا لنفسنا نفسنا وعائلتنا وقرايبنا واللي يدينا الورقة عشان نصلي له. نفسي كده، ودي قلتها من يومين، قلت يا ربي يا ريت كل مسيحي قبل ما يطلب لعيلته ولنفسه والبلده والكنيسته يقول كل البشرية بلا استثناء،
كل مرضى العالم، كل المتضايقين، كل الحروب اللي في العالم، نأمل أن كل البشرية تبقى العروس المقدسة الفرحانة بربنا. تمام. طب أستاذنا، في بداية كلامنا كده أستاذك ذكرت كلمة رئيس المتكأ. مين هو رئيس المتكأ؟ غالبا رئيس المتكأ بيكون أقرب واحد للعريس، غالبا بيكون أخوه الكبير أو الصغير إذا كان هو اللي بيتجوز الكبير، أو إذا ما كانش، أو الأب أو العم. فبيبقى الإنسان اللي يعتبر ده يمثل العريس نفسه، فكل الأحداث تبقى طالعة عن طريقه. فرئيس المتكأ كأنه صاحب العرس، مع أنه هو شيء وصاحب العرس حاجة تانية. تمام. طيب أتسبونا، يعني من معرفتي البسيطة بالمعجزة أن في المعجزة وفي وقت ما كان الخمر فرغ، مفروض أن رئيس المتكأ زي ما قدسك قلت لنا أن هو أقرب واحد للعريس، يعني أكتر واحد مفروض يكون واخد باله من كل حاجة في العرس. لما الخمر فرغت رئيس المتكأ ما خدش باله. هو رئيس المتكأ زي مع الفارق حاليا لما بنعمل أي حفلة، فدايما بيبقى فيه إنسان المسؤول الأول عن كل التنظيمات. تمام. يعني مسؤول العريس يجي امتى والعروسه تبقى ازاي ويتقابلوا مع بعض ازاي ومين المدعو ومين اللي مش مدعو، على اعتبار ان هو اقرب واحد فعلا للعريس. فهو مسؤول ان محدش يطلع زعلان. تمام. او متضايق من العرس، فكان سايب الخمر حتما في يد الناس اللي هم هيقدموا الخمر، وما كانش في حسبانه ان الاعداد تبقى كبيره، فما ظنش يبقى فاضي يدور على الخمر. لكن هنا الحته الجميله ودي اللي تخلينا، إذا كان رئيس المتكأ يهمه المنظر البراني وإن كل الناس تبقى مبسوطة والعريس يطلع مبسوط والعروسة مبسوطة والعيلتين والضيوف والكل، لكن الست العذراء عينها نصحة. وهنا نقف على حتة جميلة الحقيقة أحب أتكلم فيها كتير، وهو الإنسان المسيحي مش ضروري يبقى رئيس، لكن الرئاسة بتاعته تطلع من أعماقه في الداخل، عينه على كل حاجة صغيرة وكبيرة. ربما الناس تبص للمنظر البراني، لكن ست العذراء اللي يشغلها يا ترى الخمره دي هتقضي الكل، يا ترى فلان ده متضايق، يا ترى ده بيتصرف ازاي. فالست العذراء رغم انها مش مسؤوله، لكن في اعماقها تهتم بكل الامور الصغيره والكبيره حتى لو كان مش بتاعتها. تمام. طيب أتسبونا، يعني علشان نكمل كلامنا عن كليه الطهر القديسه العذراء مريم وعن دورها العظيم معجزة عرس قانا الجليل، يعني قدسك قلت لنا يمكن حاجة صغيرة، هنكمل كلامنا عن القديسة العذراء مريم ودورها العظيم في معجزة عرس قانا الجليل، ولكن بعد الفاصل. بدأت تعمل بأن هيأت الخدم لكي يجتمعوا لإطاعة ما يأمر به دائما القديس كيرلس الكبير. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل، وحنكمل كلامنا في عيد عرس قانا الجليل، وحنبدأ كلامنا عن كلية الطهر القديسة العذراء مريم. أتسبونا حنبدأ كلامنا عن دور أمنا العذراء مريم العظيم في معجزة عرس قانا الجليل. في تساؤل كلنا بنسأله، إن بما إن معجزة عرس قانا الجليل دي كانت أول معجزة رب المجد يسوع، فازاي كانت أمنا العذراء مريم كانت عارفة إن ربنا وإن يسوع هيقدم للعرس خمر بطريقة معجزية؟ يبدو لي ان الست العذراء طبعا هي عارفة شخصية ابنها انه مولود بدون زرع بشر، وعارفة الاحداث بالاخص في الميلاد، وحسب فكر كثير من الاباء ان هو ما عملش معجزات هو طفل صغير، ودي كانت اول معجزة، لكن كانت تدرك ان في قوة وانه هو كلمة الله وانه هو الى حد ما مخلص العالم. وطبعا هي سمعت عن شهادة يوحنا المعمدان دي أحداث كتيرة. هي كل اللي تعرفه أن في خمر فرغت، هو هيتصرف، يتصرف إزاي ما ظنش كان في ذهنها هي هيتصرف إزاي. زي ما قال بولس الرسول سلمنا فصرنا نحمل، هي قالت أنا حط المشكلة في إيديه، هي ما خططتش للسيد المسيح قالت له يحط مية وبعدين يحولها إلى خمر، ما ظنش كانت في ذهنها. كل اللي في ذهنها تدرك تماما إذا كان هي قلبها وكلها نتفرح قلوب الموجودين، فهي تعلم إن ابنها هيفرح قلوب الموجودين، فبتعرض المشكلة وتسيبه هو يحلها زي ما هو عايز. وكانت تؤمن إن هو هيتصرف
وفي نقطة مهمة متهيالي كانت تدركها في ابنها، وهو أن يشغل الطاقات اللي حواليه. فعشان كده هي كلمت الخدمين، هي عارفة أنه قاعد كده يشغل الست العذراء ويشغل الخدمين ويشغل رئيس المتكأ ويشغل ده، وده القائد الحي أنه يشغل كل الموجودين. فهي كانت بتهيئ الجو أن الكل يشتغل، وأن السيد المسيح يبقى قائد حركة للكل. تمام. طيب قدس أبونا قدسك قلت لنا أن على الرغم من أن رئيس المتكأ ما خدش باله أن الخمر فرغت، لكن الست العذراء لمحت أن الخمر فرغ. وقدسك قلت لنا أنه يمكن ما كانش في بالها أنها يعني تعمل أي حاجة غير أنها تفرح كل الحاضرين، يمكن ده كان هدفها. إحنا بقى نتعلم إيه يا أبونا من الموضوع ده؟ إحنا نتعلم حاجات كتير الحقيقة. الحاجة الأولى زي ما قلنا أن عينينا تبقى على كل حاجة عشان نفرح كل الناس. الحاجة الثانية أيضا تسليم كل الأمور في إيدين المسيح. يعني بتضايق جدا لما إنسان يجي يتجوز أو في أي ظرف من الظروف بيحط الحسابات البشرية وبينسى حساب مهم، وهو حضور السيد المسيح في العرس. يعني سواء عرس أو جنازة أو امتحان أو أي تصرف، هل مسيحي موجود؟ هل هو القائد الحقيقي الخفي للعمل بتاعي، ولا دماغي لوحده شغال وأنا بخطط الحفلة بتاعت العرس؟ يا ترى بحط هفرح الناس وأعمل كده شوينج قدام كل العيلة، ولا بفرح المسيح والآب وبفرح السمائيين وشاعر أن الإكليل بتاعي بيفرح السماء والحفلة بتاعتي بتفرح السماء؟ حتى الجنازة بتاعتي لو لي قريب متوفي هفرح السماء أن أنا رجل إيمان، وأقول له يا رب حتى لو لي حد توفى لكن عايز أشعر أن أنا محمول على دراعتك، وأن حتى في الجنازة أنت قائد الجنازة. نفسنا يكون المسيح الكل في الكل في حياتنا، وده هيغير ملامح حياتنا بالكامل. أنا أعتقد يا أبونا لو كل واحد فكر بالطريقة اللي قدسك بتقول عليها دي، يعني سواء في الفرح سواء في الحزن حسينا أن ربنا هو قائدنا، هيكون الموضوع مختلف تماما. مش بس مختلف، هيكون جوانا سلام في أي حالة. هنحس أن احنا في حضن ربنا أينما نوجد تحت كل الظروف. طيب قدس أبونا نرجع تاني بقى للمعجزة، أن لما الخمر فرغت وان القديسه العذراء مريم لاحظت، كان رد السيد المسيح عليها كان رد غريب شويه، يعني قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد. كان يقصد ايه يا ابونا؟ اولا كلمه امراه ناس كتير بتفهمها غلط، لان احنا في لغتنا المصريه او العربيه كلمه امراه بنعتبرها نوع من ما فيهاش وقار. لكن هي تعادل في الانجليزي كلمه ليدي، يعني لما واحد يقول حتى المامته ليدي مش معناها انه بيحتقرها. بالضبط. بدليل ان حتى على الصليب قال يوحنا هذه امك، وقال وبرضه ذكر عن الست العذراء قال لها يا امراه هو ذا ابنك. فكلمه امراه مش زي بالمفهوم اللي احنا بناخده. لم تاتي ساعتي بعد ليه؟ هو ما كانش فيه اعتراض في الموقف، إنما حاب يأكد حاجة مهمة، وهي إن الابن ليه رسالة والأم ليها رسالة، ولابد للابن يحترم رسالة مامته وللأم تحترم رسالة ابنها حتى لو كان الابن ده بيبي صغير. زي ما قال لها لما كان سنه، لما كان في بيعلم وسط هو صبي صغير، قال لها ينبغي لي أن أعمل فيما هو لأبي. فهو بيقول لها في شغل ليا، مش وقته إظهار المعجزة قدام الكل. وحتى هو نفذ الحكاية دي، يعني نفذ حاجته ونفذ اللي عايزاه. نفذ حاجته انه ما عملش المعجزة بصورة علنية. ازاي يبون؟ يعني مثلا ما جاش قدام كل الناس وقال لهم يا جماعة في خمر، طب هاتوا هات مية وقدام كل الناس. لا، لسه ما بداش العمل الظاهر. هو حب يعمله عمل خفي، لان المعجزه دي تمثل العمل الخفي للسيد المسيح في حياه البشريه كلها، وهي تحويل البشريه من عبوديه ابليس الى العروس المقدسه المحرره في حضن المسيح. فمن جهه
فعلا لم تأتي ساعته لإعلان المجد بتاعه، لكن حقق اللي هي عايزاه وبالطريقة اللي هو عايزها. طيب أبونا لما السيد المسيح رد عليها الرد ده وقال لها يا امرأة، هو ما كانش قصد حاجة زي ما قلت، لكن هي ما كانش فيه عتاب. فليه ما كانش فيه عتاب؟ ما فيش عتاب منه للست العذراء، لأن هي منها هي لأنها هي بتدرك إيه اللي بيقصده. هي حتما فترة 30 سنة تقريبا اللي عاشتها معاه أدركت شخصيته، حبه وقاره واحترامه وطاعته، فدايما بتاخد الجانب المفرح وعارفة إيه اللي بيقصده من وراء كل كلمة. لا يمكن يجرح مشاعر حتى الغرب، فكان بالنسبة لي الأم، فأخذت الكلام ببساطة قلب. وياريت في حياتنا الأسرية ناخد نفس الموقف، ممكن اللفظ يتقال يجرح مشاعر الإنسان، لكن لو النية مقدسة في الاثنين اللفظ يعدي بسلام والكل يبقى فرحانين. ودي نقطة ضعف أحيانا فينا، إن احنا دايما مشدودين من بعضنا البعض في حياتنا، ما بنمشيش الكلام كده ببساطة. بالظبط، هي كانت بقى ماشية بالبساطة بتاعتها. طيب أبونا، عايزة أسك تكلمنا شوية عن قوة شفاعة أمنا العذراء، خاصة أنها ظهرت قوي في المعجزة. شوفي، كلمة الشفاعة بتعجبني، عبارة أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، كان دايما يبص للصلاة، صلاة المنتقلين أو الراقدي اللي عبروا أو القديسين وشفاعتهم، إن إحنا كلنا أعضاء مع بعضنا البعض، ودول سبقونا وأكبر مننا وحتما شافوا أمور إحنا ما شفناهاش. فإحنا بنحس إيه؟ زي البيبي الصغير أو عيل صغير، نفرض بنت صغيرة وعايزة تعدي الطريق وحط إيدها في إيد أختها، أختها الكبيرة، مش هتبص من يمين وشمال وتشوف في عربية جاية، هي مطمنة إن إيه؟ إن في إيد، في إيد أمينة. أختها. فالشفاعة هنا فيها أول جانب الثقة، إن هؤلاء دول إخواتنا الكبار اللي سبقونا وبيحبونا وبيحبوا البشرية كلها، وحتما بيطلبوا من أجل خلاص البشرية، فمطمنين. الجانب الآخر، الحتة الخطيرة اللي دايما يأكدها ذهبي الفم، ليست الشفاعة معناها إجبار الله على عمل معين. الشفاعة هي عبارة عن عمل يسندني لكي أكمل طريق التوبة بفرح وتهليل. عشان كده يقول ذهبي الفم، لو كل القديسين شفعوا فينا وصلوا من أجلنا وأنا مش عايز أتحرك بالتوبة أو الرغبة في الالتصاق بربنا، مش هتعمل حاجة. ولذلك الست العذراء قالت للخدام إيه؟ كل ما يقول لكم افعلوه، فما طلبتها وشفاعتها، لكن في تحرك من الخدام. قدسك بتقول شفاعتها وطلبتها، هو إيه الفرق ما بين الشفاعة وما بين الطلبة؟ هو نقدر نقول إن الطلبة الواحد يتمنى كل البشرية تصلي له، بتطلب، وإحنا نشجع الناس إنها تطلب لبعضها البعض. يعني الطلبة البشر والشفاعة؟ لا لسه الشفاعة هنتكلم عنها. يعني عايز أقول إيه، أنا بتمنى كل إنسان في العالم يصلي لربنا، تمام، حتى لو كان غير مؤمن، لغاية ما ربنا يفتح قلبه، فكلنا لينا طلبات، لكن الشفاعة بيبقى إنسان ليه دالة، ففي وسط الطلبات دي في ناس كده ليهم دالة على ربنا، فدي بنعتبرها بنسميها زي نوع من الشفاعة. وغالبا بنستخدم الشفاعة بالأكثر للست العذراء والملاك مخيل وبعض الشخصيات الكبيرة. لكن الشفاعة أنا أقصد يا بنا ما تنفعش لحد عايش معانا. لا لا، أصل كلمة شفاعة يشفع يعني إيه؟ يعني واحد زي مثلا واحد طفل غلط وبعدين مامته زعقت له، يشفع له، فيجي بابا يقول طب ما تخافش تعالى أنا هكلم لك ماما. مش معنى كده إن يعني دي لغت إن الولد يطلب من مامته، لكن بيسند الولد وفي نفس الوقت بيشتغل مع الأم لأجل نمو الولد. فمش عايزين نركز على كلمة الشفاعة كما لو كان الناس بتفهمها إنها فاصل أو بتحجب بيني وبين ربنا. لا، ده أخويا الكبير أو أمي الكبيرة أو أختي الكبيرة، بتقول لي ده باباك، بيساعدني، مالك، تعالى أنا هدخل معك وإحنا أصحاب مع بعض. تمام. فهي شفاعة، حتى الكنيسة ككل بتشفع، تصلي من أجل البشرية كلها.
طيب أتسابون، احنا قلنا ان عرس قانا الجليل دي كانت اول معجزة في العهد الجديد. هل كان ليها اي رموز او اشارات او اي حاجة في العهد القديم؟ العهد القديم اتكلم كتير عن العرس، وحتى لما كان يزعل ربنا مع الشعب بتاعه كان يعتبر يوم يحب زعلان منهم يقول اطلقهم. يعني كان بيتكلم عن علاقته بالشعب، علاقة كما لو كان زوج وزوجة أو عريس وعروسة. فالعرس ده كان بيهيئ لي من البداية. يعني أنا يهيئ لي من أول بداية حتى آدم وحواء لما ربنا اختار من عض، يعني أخذ ضلع من آدم وأقام حواء، كان الصورة للسيد المسيح ومن ضلعه جت الكنيسة. ففي العرس في العهد القديم كله كان يشير إلى العرس الحقيقي اللي احنا بنترقبه، وهو عرس الكنيسة الجامعة يوم رب المجد يسوع، يوم يجي على السحاب وكلنا نتمتع بشركة الأمجاد الأبدية. دي الحتة المهمة. حلو يا ابونا. طب نرجع بقى تاني لإنجيل يوحنا. فبقية المعجزة إنجيل يوحنا بيقول كانت هناك ستة أجران حسب تطهير اليهود، وكمان وقتها قال السيد المسيح إنهم يملؤوها مية. عايزين نقف شوية يا ابونا عند الجملة دي، معناها ايه ستة أجران حسب تطهير اليهود؟ اولا كون ستة أجران، الجرن اللي هو زي اناء حجري وما يكونش فخار بيحطوا فيه المية. ليه؟ اي واحد غلط غلطة وعايز يصلي لازم يغسل ايديه ورجليه اللي هي التطهيرات. فعلشان تبقى المية قريبة، مش أول ما يعوز يروح مثلاً ما يلاقيش مية يروح يدور على مية بر. فكانوا دايماً في البيوت ست أجران، كل يوم ليه جرن فيما عدا يوم السبت، لأن غالباً السبت المفروض بيقضوه في الهيكل أو في المجمع المجمع بتاعهم اليهودي، فمش محتاجين للأجران هنا، خلاص هيعملوها برا. فكان من ابتداء من الحد لغاية يوم الجمعة كل جرن خاص بيوم من الأيام. فكأنه ستة أجران إشارة إلى التطهير المستمر. كون يحول يطلب المية دي نقطة مهمة. ليه؟ لأن ربنا كان ممكن يخلق الخمر على طول. بالظبط، كنت عايز أسأل قدسك، يعني هو رب المجد يقدر يعمل خمر من غير مية، ليه بقى هو طلب أن الأجران تعمل لنا مية؟ زي يجي واحد يقول لك إيه، طب ما ممكن ربنا يغير حياتي من غير ما توب ومن غير ما اصلي. انا علي اصلي وعلي اصوم وعلي اعمل مطنيات، لكن مين اللي يغير فكري؟ مين اللي يقدس قلبي؟ مين يحفظ عينيا؟ مين يديني احلام مقدسه؟ انا ماليش كنترول على احلامي. انا اعمل اللي اقدر عليه، انا ما عنديش غير الميه، هحط الميه. ويقول لي خلاص انت مش عملت اللي عليك، اقتربوا الي يقول رب الجنود، اقترب انا اليكم. هات لي شويه الميه وانا اخلي لك الميه دي خمر، لكن ما جبتش المياه مش حمل لك الخمر. فهو بيطالبني ان انا اشتغل على قد ما اقدر، لكن مش بتكل على الشغل بتاعي، بقول له ده اللي حلتي وبقدم لك القليل اللي ما يستاهلش حاجه، وانت بتقدم الكتير اللي هو فعلا في عمليه خلق، لان كنت تحويل المياه الى خمر، مكونات المياه غير مكونات الخمر ففيها خلق، لكن لازم اقوم بدور من جانبي. زي مثلا واحد أعمل عاملة وحشة خالص، فأنا أقول أنا وأنا اللي هغير قلبه؟ لا، أنا علي أدخل بيتي وأصلي من أجله وأعمل مطنيات من أجلي، أعمل اللي علي وأعمل اللي علي، وأقول له يا رب حتى لو كان مش قريبي، حتى لو كان مش من بلدي، حتى لو كان إيه، لكن دي نفس غالية علي. كل ما نعمل اللي علينا ربنا بيشتغل باستمرار. يعني عشان إحنا نخلي ربنا يشتغل شوية في حياتنا علشان نفتح له الطريق، إحنا كمان لازم نقدم له حاجة من عندنا. شوفي، هي مش بس عشان، هي عطية من ربنا عشان نشاركه في العمل. يعني ايه؟ يعني ما كناش نتوقع مثلا لما خلق آدم من التراب وجاب آدم، ما تتوقعش واحدة تقول انا عايزة بيبي فتقول ربنا هجيب لك شوية تراب طلع لي بيبي. هو رب انا علي كون زوج وزوجة بيرتبطوا ببعض، بعدين يجي البيبي. كتير من اللاهوتيين يقول دي نوع من تكريم ربنا لسر الزواج وتكريم للرجل والمرأة، انهم اشتركوا
ما في مجيء الطفل اللي هو من خلقة ربنا نفسه. فكوني أنا بعمل عمل مش معناها علشان ربنا يلزم نعمل كده، بقول له ده أنا أشكرك إنك بتخليني أشترك وأنا عمالي ده ما يسويش حاجة، أنا واقف أصلي، إيه يعني الصلوة دي هتعمل إيه؟ لكن ده عطيتك. المطانية دي يعني تعمل إيه؟ لكن ده حبك. أقل حاجة ممكن أقدمها أنا بعملها كعطية منك بتشركني في العمل بتاعك. تمام. طيب اتسابونا في نهاية المعجزة رئيس المتكئ قال العريس: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. أبونا يعني حتى لما سيد المسيح عمل خمر عملها خمر جيدة، إيه نوع الخمر اللي سيد المسيح استعملها أو اتعملت وقت المعجزة؟ هو خمر طبعا خمر، ولكن فيها لمسة المسيح الخمر في وضعه الطبيعي. الله لما أعطانا أن يكون مثلا في كروم، ما ادناش الكروم عشان نسكر، لكن ادانا الكروم عشان نجيب عنب، ولو حتى تحول من عنب إلى خمر. ما يستخدمش استخدام خاطئ. ولذلك كان الخمر في العهد القديم يستخدم علامة من علامات الفرح الروحي. يمكن أكتر إنسان لخبط في العملية دي نوح، ويبرروها بأنه لما حصل طوفان الأرض نطفت وأخذت بركة، فالكروم طلعت عنب على مستوى جديد، فهو ما كانش واخد لباله أن العنب ده ممكن يبقى قوي، ولذلك لما شرب ما عملش حسابه فسكر. لكن ربنا لما ادانا الكروم دي علشان مش لنسكر لكن نستفيد منها، لأن الخمر ممكن تستخدم في الأدوية وممكن تستخدم للعلاج. فالخمر في ذاتها مش خطية، إنما الاستخدام بتاعها خطية. بس أحيانا كتير الناس تقول لك طب يبقى أخذ شوية صغيرين وخلاص مش هعملوا حاجة. ما هو ممكن واحد ياخذ شوية صغيرين لكن ابنه هيشوفه، وبدل شوية صغيرين ياخذ شوية الكتار، وهو نفسه ممكن النهاردة أنا بعمل كنترول على نفسي ممكن الحكايه تزيد واجي في يوم متعب. لكن مش عايزين ننظر للخمر نظره خاطئه، وفي نفس الوقت ايضا ما ننساش ان الخمر ممكن مهلكه زي ما اكد الكتاب المقدس. سابونا يعني كل جزء في معجزه عرس قانا الجليل بيعلمنا حاجه، حتى لو حاجات صغيره قوي. احنا لسه هنكمل كلامنا مع قدسك عن المعجزه، وهنكمل كلامنا مع كل مشاهدينا، لكن هنخرج لاخر فاصل في حلقتنا ونرجع نكمل كلامنا في عيد عرس قانا الجليل. العريس الذي قيل له قد ابقيت الخمر الجيده الى الان يمثل شخص الرب، لان الخمر الجيده حفظه المسيح حتى الان، القديس اغسطينوس. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا. اتسابونا يعني معجزة عرس قانا الجليل، رب المجد لما عمل المعجزة دي خلى فيها روح بهجة وأطفى وأطغى عليها روح الفرح وعلى كل الحاضرين بأنه عمل خمر جيدة مش مسكر. احنا يا بونا ازاي نقدر نطبق ده في أفراحنا؟ ازاي نقدر نفرح ونعيد أعياد مقدسة؟ طبعا احنا كلنا بنحس بمرارة لما بتتحول افراحنا الى طريقة معثرة كتير، سواء في اللبس، في طريقة الشرب، في غيره. بس ساعات يا ابونا اللي جوه الفرح او اللي جوه العيد ما بيحسش بمرارة. انا عايز اقول ده انعكاس، خلينا صراحة مع بعض، انعكاس لحياة تعبانة وافراحنا الملخبطة اللي كلنا بنقن منها، هي ثمرة طبيعية لعدم العشرة الحقيقية مع ربنا. وده البؤرة اللي تكشف لينا ازاي احنا ملخبطين. انا عايز اقول الاول نبتدي بالآتي، لازم نعرف ان حياتي كلها والكنيسة كلها عرس لا ينقطع. اذا انا في حياتي كنت متهلل وفرحان بربنا وسعيد بيه وحاسس اللي بيشبعني لا لبسي ولا أكلي ولا شربي ولا علاقاتي الاجتماعية، لكن إلهي الساكن جوايا رافع كل كياني في السماء، حتى لو حضرنا
إكليل من الأكاليل أو كان الإكليل بتاع ابن من ولادي هيبقى امتداد للي أنا بعيشه طول اليوم. الحقيقة أحب أنا أقول شوية خبرات مش ليا لكن خبرات عشتها مع ناس بخصوص الأفراح بالذات. أولاً الإنسان السعيد وفرحان هيفرح قلوب الناس حتى ولو بدون ما يعني يمارس الأخطاء اللي احنا بنعيش فيها. حد مثلا كده وأنا في أمريكا أحد الإخوة ليه أخت وهو الأخ الوحيد وبعدين يحب أخته جدا وعايش معاها ويعني بيعزها عمل كل ما يمكن يتعمل في الإكليل وحضر وفرح قلبها وبعدين في الحفلة قعد وأكله هيبتدي يوزعه خمرة وغيره فقال لي انسحبت. وفيما بعد لما تقابل مع أخته أدركت الموقف وقلت له أشكرك، قال لأ أنا انسحبت وروحت البيت وصليت لك عشان يبالك زوج مبارك وإكليل مبارك أحسن ما كنت هقعد أشترك في قعدة ما تفرحش قلبي. وأنا الحقيقة عايز أقول حاجة لأخواتي الموجودين في مصر، أفراح كتيرة عشتها في أمريكا أقول بكل صراحة ومولودين جوه أمريكا أكثر روحانية من أفراحنا في مصر. زي ما أحد الأخوات في إيست برانزويك فتسوني كانت بتكلمها على هي بتقولها في فستان فرح ممكن تاخديه عشان يعني الناس الفقراء، احنا كنا زمان بنستخدم موضوع فستان الفرح للي يعوزه أو فقالت لا بس مش هينفع معانا وانا بطلتها لان كل اللي عايز يجو عايز فرح عايز فستان فرح. يكون قط لا معقول ده انا بنتي هي وخطيبها رفضوا الاثنين ان يكون الفستان كده وده هم مولوده جوه امريكا. هنا بيحصل العكس يا ابونا، هنا بيحصل العكس، ده مش ده حتى على القرى لدرجة احنا رفضنا حاليا نجيب عشان ضميرنا ما يتعبناش نحن ندي فستان او بعد ما ياخدوه يشيلوا. بس هو ممكن يا ابونا بيبقى الحجة في ده انه هي ليلة العمر. شوفي ليلة العمر توصل الناس للسماء مش ليلة العمر تضيع الناس من السماء. تمام. هقول لك حاجة تانية من قصة احب اقولها لكل اخواتنا اللي في مصر. احد الفتيات وهي انسانة مولودة في امريكا على ما اظن وخطيبها من انجلترا انجليزي انجليزي وباباه ومامته هو ولد وحيد وما عندوش اخوات وهما اغنياء جدا. فالاب راح لابنه قال له حبيبي انا ليك عندي اعمل لك حفله ب 150 الف دولار فانت ادي ال 150 الف دولار عايز تعمل حفله عايز تشتري بيت عايز تعمل اللي انت عايزه انت حر فيه. فقعد مع خطيبته قال لها بابا اداني 150 الف دولار عشان الحفلة تحبي نعمل ايه؟ قالت له انت بتفكر في ايه؟ قال انا بفكر نشتري كوندومينيوم كده دورين نسكن في واحد والتاني نأجر وده يبقى الديبوزيت اللي هو داون بيمنت بتاع البيت. فقالت له انا كمان مبسوط انا هنتعشى انا عيلتي وعيلتك مع بعض انا هناخد فلوس نوزعها على الناس. فكانت النتيجة باباها جاني قال لي بنتي قالت كذا كذا فراحت لباباها قالت له بابا حصل كذا كذا قال لها وأنا كنت هساهم في الحفلة دي بخمسين ألف دولار فضل الخمسين ألف دولار فأخذوا الخمس مليون دول اشتروا البيت وفي منتهى السعادة. عكس اللي بيحصل هنا أحيانا تاخد من الكنيسة عشان تعمل الحفلة عشان تعمل فرح تعمل حفلة للأسف تاخد ممكن من فلوس الفقراء وتقول لك أصلي ما أقدرش يبقى منظري صعب. أنا أعرف أيضا حتى في أمريكا إحدى بنات الكهنة عملوا الحفلة كلها في جنينة الكنيسة وكانت من أحلى الحفلات كانت فيها موسيقى هادية جميلة وفيها ترانيم وكل الناس في منتهى السعادة. في ماري جيرج سبورتينج أحد الخدام والخادمات صحيح أجروا مكان في حفلة وكانت طبعا هم رفضوا تماما الخمر ورفضوا تماما الموسيقى العالية الصعبة أو رأس أو غيره وكانت المفاجأة البنات عملوا لهم خورس كده لطيف ترانيم. الويتر الشخص اللي بيخدم غير مسيحي بيقول اللي بيوضب الحفلة
قال له أول مرة في حياتي أشوف حفلة سحبت كل قلبي ومنتهى الفرح وكل الناس فرحانين، كله طلع مبسوط، لدرجة أن أنا طلبت منهم أن احنا ناخد فيديو من الحفلة دي ننزلها على الإنترنت عشان الناس تقتدي بيها. حلو قوي. نفسنا نعرف أن حفلاتنا لازم يكون المسيح حاضر فيها. أنا أعرف أحد الأسقفة دخل لقيها لابسة مش كويس، أول ما دخل وليه العروسة جاية باللبس ده أخذ الباب اللي جنبه وطلع، فواحد بيقول له رايح فين؟ قال له أنا جاي أحضر مع المسيح، فالمسيح مش هيبقى حاضر في الحفلة، فأنا آسف الإكليل، فأنا آسف ما قدرتش أحضر في الإكليل. صعبة، لكن بس لازم نبقى سيريس، لازم نبقى جد، أبديتنا غالية. أنا ما بقولش نبقى وحشين، ما بنقولش ما نبقاش فرحانين، ما نبقى فرحانين ومبسوطين وسعادة، لكن نفرح قلب السماء ونفرح قلب البشرية، بنعثر الناس سواء مسيحيين أو غير مسيحيين في أكلنا وأفرحنا، نفسنا الناس تبقى سعيدة وحاسة أنهم في السماء. حلو يا ابونا، أنا بس عايزة أختم كلامي مع قدسك بجملة حلوة قوي قالتها القديسة العذراء مريم، كلها كده إيمان وتسليم غريب، لما قالت مهما قال لكم ففعلوا. إحنا نعمل إيه يا ابونا علشان كل حاجة يقولها لنا إحنا ربنا نعملها؟ نعمل الآتي، نعمل وإحنا في كل تصرف نقول لو كان المسيح مكاني كان يعمل إيه؟ يا ابونا ده ربنا. ما احنا اولاد ربنا. ربنا يا ابونا. احنا اولاد ربنا لازم نعرف الحته دي. صدقيني لو الناس عاشت بهذا الفكر الكنيسه تتحول لسماء والعالم يتحول لسماء. الحروب والمتاعب وكل اللي بنعيش فيه والضيقات عايشه لان الناس غير مقدسه. لو تقدس العالم لربنا العالم هيبقى سماء. أنا عارف إن الكلام صعب وناس كتير بتتضايق، لكن هقول حاجة أخيرة. يعني اللي في سهرة 7 و4 الأخيرة وقفت قطعت السهرة حوالي الساعة 2 أو حاجة زي كده، قلت لهم نفسي زي ما مفرحين قلبنا بالتسبيح فرحوا قلب ربنا بأن السلوك يعيش كما يليق بأولاد ربنا، وضربت مثل لكده، قلت مثلا في 40 أحد الأشخاص جاب لي هدية بيجيب وزعها ب500 جنيه، يعني لو وزع 500 بدافع 25,000 جنيه في هدية بيوزعها في 40. لو 25,000 دول وزعهم على الفقراء اللي راقد ده في السماء يبقى فرحان قد إيه، والسماء تبقى فرحانة قد إيه. فقلت أنا شخصيا أي حاجة فيها لخبطة زي كده مش هشترك فيها بصراحة كده، ولو الناس تقول اللي تقولوا علي أنا متفرقش معي. فوجئت ان واحد من كندا كلمني، واحد من امريكا كلمني، وناس كتير جت قابلتني قالت لي يا ابونا اللي انت قلته في الليله دي احنا بنصوت من داخلنا ومحدش عنده جرأة يتكلم. نفسنا كل الاباء الكهنه وكل الكنائس تاخد هذا الموقف ويتعمل بيان من الكنيسه، نفسنا الكنيسه ترجع نعيش كما يليق لاولاد ربنا، فرح قلب ربنا. يعني ليه ما تبقاش افراحنا وجنازاتنا ومناسباتنا والبيرث داي بتاعنا وكل حاجه نبقى بمنتهى الفرح، لكن يبقى المسيح حاضر وسطينا. أسبونا يا رب كده، انا اول كل الناس اللي نقدر نعمل الحاجات اللي قلتك قلت لنا عليها النهارده. أسبونا تدرس يعقوب ملطي كاهن كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتنج، شكرا جدا جدا لقدسك، وانا كنت مبسوطه قوي ان انا مع قدسك النهارده، وكل سنه وقدسك طيب. أنا أشكرك وأشكر كل المشاهدين، أتمنى من كل قلبي بصحيح أن يبقى عرس دائم حتى وإحنا نايمين، الواحد بدل ما ينام ويقول خايف لحسن يحصل كابوس ينام كده ويحس المسيح في حضنه وهو في حضن المسيح وفي عرس دائم، من نفرح قلب ربنا ونفرح قلوب البشرية كلها ونعيش دايما فرحانين به. ربنا يفرح قلوب الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. مشاهدينا حلقتنا عن عرس قانا الجليل خلصت، وعن عيد عرس قانا الجليل السيد المسيح، كل اللي عايزين نقوله في الأول السيد المسيح دعية للعرس ده علشان يفيد على العروسين وعلى كل الحاضرين من ينابيع فرحه السماوي، أثبت لاهوته للجميع، هو الخالق، هو اللي يقدر يعمل أكتر بكتير قوي من اللي احنا بنطلبه ومن اللي احنا بنفكر فيه، اللي يقدر يحول المية لخمر، يقدر انه يهبنا الحياة الأبدية.
كل سنة وكلكم طيبين.